انا تعلمت التصوير من ورا كيف كنت عم جرب صور للبلوج للويب سايت تبعي، وبلشت اشتغل على حالي من انه احضر فيديوز، اقرا اشياء، اقرا توتوريالز وجرب. اهم شيء هو انه جرب وصلح من ورا التجارب تبعي ويتقبل النقد البناء، تقدر اتقدم واشتغل زياده على حالي. رح اعطيكم تيبس كيف فينا نبلش، شو لازم نحط براسنا قبل ما نبلش نصور وديورينج التصوير وبعد التصوير. التصوير رح يكون من خلال الكاميرا تبع التليفون، وقد ما فيه رح استعمل اقل معدات احترافيه تتقدروا انتم كمان بالبيت تستفيدوا من هول النصايح حتى لو ما نكون بروفيشنال فوتوغرافرز. انا رح اكون عم صور بتليفوني القديم اللي هو ايفون 6S، وبعده منيح، كاميرته كتير منيحه. اول شيء لازم ننتبه له هو انه الكاميرا تكون نظيفه، كتير تتوسخ أو تتطبع إذا بنمسك التليفون بإيدنا أو بيجي عليه شيء من هون، كتير متعرضة إنه تتوسخ. أبسط شيء إنه نمسحها على حيالة محل تكون نظيفة، لأنه بتتغير الصورة من هيك لهيك. تاني شغلة هي لازم ننتبه على نوعية الضوء وعلى الدايركشن اللي جاي منه. مطرح ما بصور هون الضوء بيجي indirect، يعني الشمس ما بتفوت بشكل مباشر على المطرح ما عم صور. إذا الضوء بفوت بطريقة مباشرة في استعمل شغلة مثل هيدي. هيدي اسمها ديفيوزر. هيدي اسمها ديفيوزر، بس في استعمل شيء تاني بيشبهها. في على الشباك اللي عم صور عليه حط ماشي لونها أبيض تكون رقيقة، أو في حط بردية حمام تكون رقيقة كمان، أو حيالله شيء يكون عم بخفف الضوء وما يفوت بطريقة مباشرة. رح فرجيكم كيف يفرق الضوء بلا ديفيوزر او مع ديفيوزر. اوكي، اذا عم نصور بمطرح الضوء في ديفيوز او مش جاي بطريقه مباشره، بدنا ننتبه من وين جاي الضوء. هل عم حط الغرض تبعي بالنص والضوء بده يكون جاي من اي ميل، من اليمين، من الشمال، من ورا، من قدام؟ كل مطرح عم يجي الضوء منه بفرجيني صورة مختلفة، لأنه الضوء عم يجي من ميل والشادوز عم يطلعوا من تاني ميل. مرات منلعب بالشادوز تيكون تيخدم الصورة أكتر من أنه ما يكون في شادوز. فينا نلعب بالضوء من ميلتين، بس بتكون هيدي أكتر كرمال كاتالوج شوتس تكون كتير مضوية منيحة، تكون على أبيض بالعادة أو أنه لون واحد. بس إذا عم جرب صورة أرتستيك في غير مطرح الضوء أو أنا غير محلي وغير السبجكت، أكتر طريقة منصور فيها هي يا من اليمين يا من الشمال أو من ورا بس على انجل معينه. اذا عم صور السبجكت بيكون الضوء جاي من قدامه، عم روح كل الديتيلز والتفاصيل يلي معقول تبين، لانه ما بقى في شادوز. هيدي مثل لما نصور بفلاش، وقت نصور بفلاش عم نمسح كل شيء شادوز وعم يكون كله مضوي بطريقه متساويه. اذا عم صور والضوء جاي من ورا بدي انتبه انه ما يكون كتير ضوء قوي، لانه رح يبين السبجكت كله غامق. اذا هيدا هدفي كتير منيح، بس إذا بدي فرج السبجكت يا بدي حط ريفلكتر من تاني ميل تيضويل السبجكت، أو بدي لاقي طريقة يتخفف شوي الضوء أو غير له مطرح ونكزة تيضل مبين الديتيلز. هول الأشياء على البراكتس فينا نتعلمهم ونصير نعرف فيهم أكتر شوي شوي. بس بدنا ننتبه كمان إنه ما يكون في artificial lights، مثلا اللمبة اللي بتكون بالسقف أو ضوء جاي من تاني ميل يكون عم يتناقض مع الضوء الأساسي اللي عم نصور فيه. تالي شغل ننتبه لها هي الانجل اللي عم نصور فيها. هل عم نصور بطريقة مباشرة دغري بوجه الكاميرا، او الكاميرا رح تكون فوق السبجكت، او رح تكون على 45 درجة، او رح تكون تلتد؟ في options قد ما بدنا، بس بدنا ننقي الانجل اللي بتخدم الصورة بطريقة افضل. مثلا اذا عم صور بول مثل هيدا وانا حاطط بقلبه الاكل هون، اذا بصوره بهالطريقة ما ببين شيء من قلبه، بس في صوره على 45 درجة ببين شو في بقلبه، ببين الباك جراوند. وفي صوره يكون على 90 درجه فوق الصحن تبين كل شيء بقلبه. هون تختلف الزاويه حسب شو عم صور وكيف بدي صوره وشو بدي يبين فيه. شغله بعد مهمه لازم ننتبه لها نحن عم نصور هي السيت اب، شو الباك جراوند اللي عم صور عليها، شو في ورا السبجكت اللي عم صوره. كمان في صور على البلاط، على الحيط، على طاولة المطبخ، على حيالله محل بقدر احصل على ضوء مناسب فيه تقدر صور. بدنا ننتبه بس شو في حوالى الغرض اللي عم صوره، تكون مثلا الارضية اللي عم صور عليها ما تكون تتناقض كتير مع الشيء اللي عم صوره، بالخلفية ما يكون في عجقة كتير الا اذا انا قصدها، حسب كمان شو عم صور. بس كل هول لازم ننتبه عليهم بالاضافه للانجل اللي عم صور فيها تتكون الصوره اتراكتيف اكثر. شغله ثانيه كمان هي الاديتنج،
بس نخلص ونصور الصورة مننقي الصورة اللي أكتر شيء عجبتنا وبدنا نعدل فيها شوي. على التليفون صار في كتير أبليكيشنز تنعمل editing منها، على الآيفون في الناتيف أب على الفوتوز، على أندرويد بتخيل كمان زيت الشيء، في سناب سيد، في فاسكو، نقوا يلي بريحكن، بس كلهم عندهم زيت الفيتشرز تقريبا مع أشياء صغيرة فرق. بس أهم شيء نظبط مثلا اللايت، نقوي شوي اللايت إذا بدنا، نخفف شوي الشادوز إذا في هايلايتس بدنا نخففها شوي، هول كمان بيجوا باي براكتس. بس أهم شيء لازم ننتبه له هو ما نقوي الشاربنس والساتوريشن كتير. هيدي غلطة بشوفها دايما عند عالم بحطوا صور، بالأخص صور للأكل، بقوي الشاربنس والساتوريشن وبصير صورة كتير HDR بطريقة ما بقى مبين فيها شيء غير نويز. هيدي شغلة يمكن متحمس فيها أول ما نبلش نصور، بس بعدين لازم نتعلم إنه to tone it down، نعرف وين الليمتس تبع صورة حلوة أو صورة كتير مفرقة in a bad way. بس كله بيجي by practice و trial and error. So don't worry هلأ، جربوا، خبصوا، لعبوا بالصور، بس ارجعوا لقوا your own style تتطلع الصورة تشبهكن وتكون حلوة كمان. هول التيبس اللي عطيتهم هلأ هني مثل introduction صغيرة، رح أرجع فوت in details أكتر إذا عبالكن، رح أعطي my opinion، رح أعطي طريقة الشغل اللي أنا بشتغل فيها وأنا كيف تعلمت لأنتو كمان تستفيدوا منهم. إذا عبالكن تعرفوا عن أشياء معينة كمان إلى علاقة بالتصوير اكتبوا ليهم بالكومنتس، أو خبروني إذا عبالكن كيف عم بتصوروا وشو عم بتلاقوا مشاكل بالتصوير.